السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. شرحت لكم سابقا طريقة تشغيل ألعاب البلايستيشن 1 على أجهزة الحاسوب، وفي حلقة أخرى شرحت لكم طريقة تشغيل أيضا ألعاب البلايستيشن 1 على أجهزة iOS سواء كانت آيفون أو آيباد أو آيبود. أما في هذه الحلقة سأريكم طريقة تشغيل ألعاب البلايستيشن 1 على أجهزة أندرويد ولعب الألعاب بدون أي مشاكل. لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر مباشرة إلى الشرح بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. إذا المشاهد الكريم، في البداية ستدخل إلى هذا الرابط أو هذه الصفحة التي تظهر أمامك الآن لتنزيل البيوس الذي سنقوم خلاله بتشغيل المحاكي. إذا كما ترى أمامك فقط تقوم بالضغط هنا على هذا اللون الرصاصي مكتوب اضغط هنا لتنزيل ملف، طبعا البرنامج أو التطبيق مرفوع على مركز الخليج. بعد تنزيل هذا التطبيق تطبيق البيوس كما ترى أمامك هنا، ستنتقل أيضا إلى هذه الصفحة وتقوم بتحميل المحاكي بنفس الطريقة فقط بالضغط هنا على اضغط هنا لتنزيل ملف. بعد تنزيل التطبيقان سترى أو توجد هنا أيقونتان كما ترى أمامك، أيقونة البيوس وأيضا أيقونة المحاكي تظهر بعلامة عصا التحكم للبلايستيشن. في البداية تدخل إلى البيوس، بعد ذلك تظهر لك هذه الواجهة، فقط من هنا من الأعلى ستختار بلايستيشن 1 بيوس. كما ترى أمامك يظهر لك مجموعة من الخيارات، فقط قم بالتأشير على بلايستيشن 1 بيوس. بعد ذلك قم بالضغط هنا بالأسفل على هذه الأيقونة هكذا، وكما ترى أمامك تمت العملية سكسفلي كما ترى أمامك هنا، فقط تقوم بالخروج من البرامج وأغلاقه بدون أي مشاكل. الآن ستقوم بالدخول إلى التطبيق المحاكي، تظهر لك هذه الواجهة، تختار الخيار الثالث هنا، هذا هو الخيار تقوم بالضغط عليه. الآن ستختار الخيار الأول بيوس فاير وتنزل إلى الأسفل، يظهر لك مجموعة كبيرة من الخيارات، تنزل إلى الأسفل هكذا حتى تجد خيار بلايستيشن 1 بيوس كما موضح في الصورة هنا بلايستيشن 1 بيوس. بعد ذلك تقوم بالرجوع وإغلاق المحاكي. الآن تم إعداد المحاكي وأيضا البيوس بنجاح، كل ما يلزمك فقط الآن هو الألعاب. إذا تنتقل إلى الحاسوب الخاص بك من خلال هذا الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو لتنزيل ألعاب البلايستيشن 1، تنزل إلى الأسفل يعني تجد هنا الألعاب الأكثر تحميلا، هنا يعني أيضا الألعاب توب 50 داونلود، يعني أكثر 50 لعبة تم تنزيلها، تيكن 3، جاكي شان، كراش تيم، يعني هذه تتابع للسباق، كذلك يعني العديد من الألعاب المميزة الأخرى كما ترى أيضا مجموعة كبيرة جدا من الألعاب. إذا سأقوم الآن بالبحث من خلال هذا الخيار، يمكنك البحث، كذلك يمكنك اختيار الحرف الأول للعبة الذي تريدها. إذا سأكتب هنا سبايدر مان، فقط أكتب كلمة سبايدر هنا، يعني يقوم بالبحث. إذا يظهر لي مجموعة من الألعاب، الآن أبحث عن سبايدر مان بلايستيشن 1، إذا يظهر لي هنا سوني بلايستيشن سبايدر مان، أقوم بالضغط عليها هكذا. إذا هذه هي واجهة اللعبة، هذه بعض الصور من اللعبة، كل ما عليك فقط تنزيل اللعبة هو تضغط هنا على Add to Quick أو شيء من هذا القبيل، بعد ذلك تفتح لك هذه الصفحة، تضغط فقط هنا على أيقونة الداونلود، تفتح لك نافذة جديدة، تنتظر 15 ثانية. الآن تضغط هنا على Download Your File ويتم تحميل اللعبة في ملف مضغوط كما ترى أمامك. تم بعد تحميل واكتمال تحميل اللعبة في ملف مضغوط، تظهر لك على هذا الشكل سبايدر مان، فقط ما عليك هو فقط تقوم بفك الضغط عليها هكذا. إذا بعد اكتمال فك الضغط عن اللعبة كما ترى أمامك هنا سبايدر مان، لا تكثر طبعا للأيقونة، ربما كانت هذه بهذا الشكل، ربما كان يعني بصيغة CUE، ربما كان هنا ملفين CUE وكذلك بن على ما أعتقد، نعم بن، كذلك هنا لدي بيبسي مان بصيغة أيزو، يعني لا تكثر اللعبة كيفما كانت صيغتها وأيقونتها، لا تكثر، يعني لا توجد أي مشكلة. الآن بعد استخراج اللعبة من الملف المضغوط ستقوم بتوصيل هاتفك الأندرويد بالحاسوب.
الآن تقوم بفتح يعني الملفات التابعة لهاتف الأندرويد الخاصة بك. هنا كما ترى قمت بنقل سابقا لعبة بيبسي مان، الآن سأقوم بنقل لعبة سبايدر مان. هنا أقوم بنقل الملفين هنا في أي مكان، في أي مجلد في هاتفك الأندرويد، هكذا بهذا الشكل. إذا الآن اكتمل نسخ الملفات أو نسخ اللعبة إلى هاتفك الأندرويد كما ترى أمامك. الآن فقط تقوم بفصل هاتفك الأندرويد عن الحاسوب والانتقال إلى هاتفك الأندرويد لأريكم طريقة تشغيل اللعبة على برنامج المحاكي الذي قمنا بتنزيله في بداية الحلقة. إذا المشاهد الكريم الآن فقط تقوم بفتح المحاكي الذي يعني أيقونته مثل أيقونة عكس تحكم البلايستيشن 1 هنا، تقوم بفتحه. الآن تضغط على الخيار الأول رن جيم هنا. كما ترى أمامك هنا ظهرت مباشرة اللعبة، هنا بيبسي مان ظهرت لي وكذلك سبايدر مان ظهرت الآن، لم أقم بشيء أي شيء أبدا، فقط ظهرت اللعبة هكذا. إذا لم تظهر لك اللعبة يمكنك فقط الضغط على ريسكان، ثم يعني الضغط هنا على آل وتظهر قليلا، يظهر لك سكانينج سي اس دي كارد، يعني حتى اذا لم يكن هناك بطاقة ذاكرة في هاتفك لا يوجد اي مشكلة، لكن غالبا اللعبة ستظهر من البداية، واذا لم تظهر فقط قم بالضغط على ري سكان. الان كما ترى لعبتين بيبسي مان سبايدر مان، كونك اضافت اي لعبة كذلك او نو عفوا يمكنك إضافة أي لعبة كذلك، يعني قائمة تصبح هنا في هذا البرنامج قائمة كبيرة يوجد بها مختلف الألعاب. إذا لنقوم بتجربة لعبة سبايدر مان ونقوم بفتحها، تقوم بالضغط عليها هكذا فقط. الآن كما ترى هنا هكذا شكل المحاكي، هنا زر الإكس الدائرة مثلث مربع الأسهم، كذلك ستارت وسلكة R1 R2 L1 L2. كما ترون سبايدر مان تشتغل بدون أي مشاكل على هواتف الاندرويد. اذا لاحظ معي مشاهدي الكريم بريس ستارت بوتن، اقوم بالضغط على ستارت نيو جيم، اختار ايزي، لاحظ معي مشاهدي الكريم الصوت يشتغل وكل شيء يشتغل هكذا. لاحظ معي يعني مشاهدي الكريم اللعبة تشتغل مشاهدي الكريم بدون أي مشاكل. سبايدر مان أيضا بيبسي مان أشتغل تلعب بها أي لعبة تريدها، يعني لعبة تابعة للبلاي ستيشن 1 يمكنك تشغيلها على هاتفك الأندرويد بدون أي مشاكل. إذا مشاهدينا الكرام طريقة رائعة وسهلة للغاية تمكنكم من لعب ألعاب البلاي ستيشن 1 على أجهزة الأندرويد بدون أي مشاكل. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة وهذه الطريقة لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك، كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة عالم افتراضي بالضغط على زر سبسكرايب كما قلت لكم، هنا يظهر على يمينك أسفل الشاشة قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك وزيارة مدونة th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.